مع الدورة الشرفية، وكاع الجمهور كله غيبقى يصفق لهذه الدورة الشرفية. إذا محمد أولال وصايا ديمان نصر غيسلم الكأس أيضا الجائزة لفارس نادي الفروسية لصاحبة السمو لالة فاطمة الزهراء بمراكش. هنيئا ياسر أبعين، سخون سخون جميعا لياسر أبعين على غير من مدينة طنجة، على هو طنجة. يلا سمعنا التصفيق ديالكم. زكريا الشمور في المركز الثاني وفقتا بدبو دول بطا بدون خطأ وبالتالي أسرع توقيت. برافو برافو زكريا. المركز الثالث لأحمد التجاني. أحمد التجاني عنده أسرع توقيت وكان بإمكانه ينزل توقيت ديال ياسين أربعين. ولد مراكش، من مراكش، من مراكش جا باش يشارك معكم هنا في مدينة طنجة، والآخر يستاهل كل التصفيق. أمتاد مسرور تمنح ليه الجائزة، يستاهل أحمد التجاني. فارس ديال نادي الركاب تيتم الليل. اليوم شاركت في البروف 125 ديال نادي الركاب بطنجة، والحمد لله العودة كانت معايا مزيان وشاركنا والحمد لله درنا سون فوت، والحمد لله انا جيت سعيد بهذه المشاركة اللي درت في هذا الكونكور. الحمد لله الاورغانيزاسيون زوينة، وكنشكروا الجميع الطاقم ديال الكلوب اللي قدروا يوفروا لنا هذا الحماس. شكرا. انا شاركت في البطوله ديال طنجه وجيت في المرتبه الثانيه في صف الاناث يو 18 ناقص 18 عام، وانا فرحانه بزاف لهاد المبادرات اللي وقعوا لنا في الكلوب ديالنا، وكنتمناكم تجيو تفرجوا فينا العام الجاي ان شاء الله، ومرحبا بكم كاملين عندنا في طنجه. وبالنسبه لهاد المباراه كنشكر اللي نظموا لنا لهاد المباراه الجميله اللي دازت في طنجه، وهاد الفائزه اللي ربحتها كنعطيها ليا ماما وبابا وخوتي وصحابي كاملين، وكنشكرهم اللي ديما معايا في اي وقت وفي اي ساعه احتجتهم. شكرا بزاف. كيتشرف النادي الملكي الفروسية بطنجة بتنظيم المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز اللي انطلقت من ابتداء من يوم الجمعة 10 ماي واستمرت لمدة 3 أيام، وشهدت هذه المسابقة إنجاز عدد من المباريات اللي كانت من ثلاث فئات، مباريات على علو مترو 15، ومباريات على علو مترو 25، ومباريات على علو مترو 35. تبارو فيها عدد من الفرسان اللي تشرفنا باستقبال ديالهم في النادي ديالنا من مختلف النوادي ديال المغرب، واللي بينوا على علو الكعب ديالهم في رياضة الفروسية. واليوم ان شاء الله غادي نختتموا هاد الامسيه ان شاء الله بالمسابقه الكبرى اللي غادي تنظم وتكون كجائزه ديال الجائزه الكبرى باسم المرحومه سمو الاميره لاله فاطمه الزهراء العزيزيه. وهاد المسابقه هادي هاد السنه الثانيه اللي كنظموها من بعد واحد الوقت. هاد التظاهره اللي تنشوفوا اليوم في
النادي الملكي للفروسية بطنجة، تعودنا باش نجيو ليها لأنها تتعد من أحسن تنظيمات على الصعيد الوطني، لا سيما وأنه كل سنة كتنظم مباراة من نجمتين اللي تتلقى إقبال كثير في هذا الفضاء الجميل، وكذلك الاستقبال الرائع من طرف اللجنة المنظمة وحسن التنظيم بما فيه هذا إعداد الحلبة، حلبة السخين وحلبة المباريات، وكذلك الإقبال الكبير ديال الفرسان من جميع جهات المغرب، من الدار البيضاء ومن الرباط اللي عندهم فرسان كثار، والمباريات مرت في واحد الجو يعني رياضي جميل، وكانوا نتائج مهمة. وكذلك تنزيد نغتنم هذه الفرصة باش نشكر اللجنة المنظمة على حسن التنظيم وعلى حسن الاستقبال، وكذلك على الجوائز القيمة اللي خصتها لهذه المباريات، وشكرا.